نقول السلام عليكم يا دو جيمنج. النهارده يا جماعه هنلعب مع بعض ماينكرافت مودز، والنهارده نلعب يا دو مودات. النهارده يا جماعه هنجرب مودات ماينكرافت كلها. حرفيا السيرفر ده سيرفر ريلمي لكل مودات ماينكرافت. بصوا يعني مود العطش، مود كل مودات هي موجوده. فالنهارده هنلعب على ماينكرافت. يا نهار اسويح نهار اسويح، يعني عادي كده هنعمل فيه. طبعا انتوا اكيد عارفين ماينكرافت، فبس يلا بينا نبدأ ماينكرافت. طبعا ما تسألنيش ليه ما دخلتش بريست بتاعك، تسألنيش ليه ما دخلتش بسكن بتاعك، لان هو دخلني كده حرفيا، مش انا يعني. فهو دخلني كده، وفي وحوش غريبة هنقابلها اهو. اول وحش غريب اهو، ده اول وحش غريب. سيبكم بالزومبي والسكن. طب انا الصبح انا ايه، انا زهقت، انا هبدأ الفيديو. يا رب يا نبدأ. شايفين يا جماعة المبنى ده؟ عايزين نطلع له. انا اول مرة استكشفه وعطشان عطش. مينفعش تشرب من المطر؟ يو استنوا بقى، نطلع فوق نطلع فوق نطلع فوق نطلع فوق نطلع فوق. ما نحط مود الشادر، حاطين كل المودات دي مش عايزين نحط مود الشادر. واو ده باركور، شكله باركور. يا عم ما تموت بقى، ده انت عرفتني في عيشتي يا دي النيلة. مش ده مسجل الفيديو تعمل معايا كده؟ لا ما فيش طلوع يا جماعة، كنت فاكر ان فيش طلوع بس ما فيش. بص يا جماعة، انا اول ما اتغزبنت لقيت معايا البرايمي، بتعمل ايه؟ كل لما امشي هتمشي دي ورايا. ايه الاستفزاز ده؟ معرفش بيزك جماعة. ابتديت ادوخ عشان عطشان، ابتديت ادوخ عشان عطشان. ده ستيف صح؟ تعال نشوف بيت ستيف في ايه. يا رب ونبي يا رب. ده ارث سن سبايدر. يا رب بيت ستيف ده يكون في حاجة. هو مش ستيف عشان اتذكر ان هو مش ستيف. الدوخة دي اللي عندي يخرب بيت كده. حلوة وانا راضي، انا راضي حلو اوي. ماشي بسم الله نبدأ من الاول. ايه دي؟ معرفش ايه ده، مش عارفش ايه ده. لا ده انا عارفه. تعالوا بقى عشان كان ستيف هناك كده. ايه ده يا جامد انت اللي معاك البيجاكس. يا جماعة انا عايز الصبح بس، والسبرنت حتى مش شغال. او ماي جاد ولا اقدر اكسر. كده هتشل. او ماي جاد الكريبر ساعدنا يا جماعة، الكريبر كسر لي بيت السيف. يا حبيبي يا كريبر، ايه بقى اللي عندكم هنا؟ ايه ده، هو انا بتزحلق ليه؟ اوه ايه ده، بقى ده ولا ايه ده؟ ايوه ايه ده بقى، يعني في حاجة جوه هنا؟ والله العظيم في شكلها ما في حاجة، شكله سيرفر منيل. انا فهمت يا جماعة، انا فهمت السيرفر ده. انا بص انا كده كده عارف عنه اصلا، فهم شرحوا لي السيرفر بيشتغل ازاي وكده، يعني عليه حاجات كتير كده. وادي وحش جديد اهو. طب اقتلني يا كابتن، اقتلني. الصبح بقى بيبقى في عصافير، في عصافير وحاجات كده يا جماعه، وجميل يعني السيرفر ده الصبح. يا رب يا رب. انا عايز شجره، عايز شجره واحده. شايف دماغي حاجه اعملها. اوكي كان في وحش بيجي ورايا جديد بس خلاص. والوحوش الجديدة يا جماعة دي بيظهر هلسها فوق، ده لا لسه مكتشفه يا جماعة. الليل ده يا لو يجي الصبح، يا انا خايف بقى من حاجة ان ما يكونش بيجي الصبح اصلا.
شايفينه الوحوش؟ يا نهار اسويح، ايه الوحش ده؟ ده مش وحش، لا 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 كده كتير. ممكن تسيبني اكسر بعد اذنك يعني؟ ممكن تسيبني اكسر خشبية؟ خشبية يا خرا، يا خشبية واحدة. استغفر الله، استغفر الله عليكم، استغفر الله عليكم. ممكن تسيبوني، ممكن تسيبوني، والله العظيم ما جاي هنا تاني. نخرج من السيلفر، ما نجيش هنا تاني. ناقصة سوري يا جماعة، النوتيفيكيشن دي هي ناقصة. ناقصة ابو عم بقى، مين اللي بنيلي كوبري بقى هنا كده؟ انا مش عارف بقى مين الجميل اللي بنى كوبري عند السبون. مفيش حد يكون باني بيت وحد يساعدني. انت مستني اكتب لهم في الشات؟ الصبح بيطلع، الصبح حلو اوي حلو. يا جماعة انا رجعت وعملت كل حاجة انا كنت محتاجها وخلاص كده، ودي كانت دروع، بس دروع يعني استغفر الله العظيم عليها. يعني فاضل بقى نعمل ازايز مية عشان احنا نعطش كتير جدا. ف خلاص يعني احنا كده مظبطين حالنا، وكان الصبح المفروض ان احنا نظبط حالنا الصبح كده. فتعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. يطلع يا عم، انا احنا المفروض نستكشف العالم ده، المفروض ده اللي انا اعرفه. لا هذا و دول كده اهو، دول كده اهو. اشوي لي بقى ازاز، اشوي لي شوية ازاز، وانا معايا سيف ومعايا بيكاكس. المفروض هما عطولي السيف ده هدية كده، مش عارف ايه ده. وعملت من الكتب دي كتير جدا بالغلط يعني، ما دست بالغلط وعملهم لي كتير جدا. فايه الويكي بوكس ده؟ الويكي بوك قصدي، لا مش عارف الصراحة. فانا معايا شوية زبالة كتير جدا، وتعالى نرميها ونحط الخشب ده هنا، نحط الكتاب ده هنا، اي خشب معانا نحطه هنا كده. واكل ماشي معانا كده، زبطنا. الليل هيجي، اقفل إيه الباب، اعمل لك دول كده، دول كفاية. ايه ده؟ هي ايه اللي زاويه المية؟ مش عارف الصراحة، بس لازم ازاز مية طبعا عشان نشوف دلوقتي هي دي الخطة بتاعت المية الصحيحة ولا لأ. لا اتسرقت والله، كان معايا حاجات هنا، كانت هنا اتسرقت. اي حاجة مش عارف اقتلك انا كده، معايا حاجات. بص معايا كمان، ارمي دول، ارمي دول، ارمي دول، وتعالوا نستكشف العالم. بسم الله يلا بينا. وكان معايا ثانية، ثانية يلا بينا. امسكهم في ايدك التانية، مينفعش. اوكي بيقولولي اطلع من السيرفر عشان هم يناموا. والله ما طالع، لا عايز يديني بان او كيك يديني، بس انا مش هطلع. امشي 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 يا رب، الله حاجة حلوة عدلة، فين حاجة عدلة واحدة بس. بينام ويقوم. دي بوابة، حلو.
شكرا. فيشنس 3 4 اوبسيديان مرة واحدة. ام بريكنج. واو جماعة، انا وانا ماشي لقيت ده. ده بقى يكون حاجة عدلة يا رب، ولا ده بيتحد من اللاعبين؟ جماعة انا ملقتش حاجة، وكان بيت اصلا ملوش لازمة، وخلاص فاضل اخر بيت ده. اخر بيت ده هنشوفه مع بعض يا جماعة وننهي الحلقة وخلاص كده. يعني هو ده بيت حد من اللاعبين صح؟ يا رب ده شوب بيتأجر مع ايه بقى؟ 7 فلوس ويديني ترابيزة وكوينات ويديني. اشوفك يا عمو المرة الجاية، وبس كده نشوفكم الفيديو الجاي واشوفك. في شيست، بالله عليك سيبني اشوف الشيست، والله اشوف الشيست واتكل على الله. ماشي خلاص اشوف الشيست يعني. طيب يا جماعة نشوفكم الفيديو الجاي، بس سلام.